صباح الخير. اولا تعلمت كلمه جديده اليوم، التمصرف، ما كنت بعرفها، تعلمت شغله جديده. هذا عالم الالكترونيات وعالم الاتصالات والمعلومات، كل يوم في شيء جديد. بالحقيقه قبل ما بلش بدي بس اذكر المجتمعين انه احنا في بلد عم بينزف، انه امبارح سقط لنا 6 شهداء من جيش الباسل. بدي اقدم ببدايه هذا المؤتمر تحيه للدماء الغالية والزكية اللي عم بيبذلها هذا الجيش للدفاع عن سيادة لبنان وعن أمن اللبنانيين. يسرني أن أفتتح أعمال مؤتمركم هذا في دورته الثالثة، ولا أخفي عليكم اعتزازي بوجودي بينكم كرواد لبنانيين في القطاع المصرفي والمالي وخبراء عرب وأجانب في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى منظمي هذا المؤتمر، إلى المدير التنفيذي لمجلة الاقتصاد والأعمال الأستاذ وليد أبو زكي لتنظيمه هذا المؤتمر. يكتسب مؤتمركم هذا أهمية خاصة، لأنه يسعى إلى مواكبة الحاجات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي، ويطرح أيضا المشاكل التي يمكن أن نواجهها في المستقبل بهدف إيجاد حلول لها، لأن قطاع الاتصالات السريع كما ذكرت يضعنا يوميا وفي كل دقيقة أمام تحديات جديدة لم يسبق أن واجهناها في الماضي. من هذا المنطلق المراهنة كبيرة في أن نتمكن بالتعاون مع القطاع المصرفي الذي حقق نجاحات لافتة في هذا المجال من مواكبة هذه الحاجات المستجدة، وأن نفتح آفاقا جديدة تتيح إيجاد فرص عمل للشباب، خاصة وأن الاقتصاد اللبناني يقوم في الأساس على قطاع الخدمات على أنواعها من مصرفية وصحية وتربوية وثقافية وسياحية وغيرها. مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في لبنان هو قطاع ناجح ومزدهر، إن لم يكن أكثر القطاعات نجاحا في لبنان، وهو يتطور بشكل سليم ومضطرد. ومن مصلحة البلد ومن مصلحة اقتصاد هذا البلد أن يبقى هذا القطاع مزدهرا وناجحا. إن صمود الاقتصاد اللبناني في وجه الهزات الإقليمية والعالمية والمحلية، وبخاصة القطاع المصرفي، يؤكد تفوقه عربيا وإقليميا وعالميا، وهو بالتالي من بين أهم القطاعات التي تعتمد وسائل الاتصال المتطورة وتحتاج إلى خدماتها في المجالات كافة. لذلك فإن وزارة الاتصالات تعتبر أن تأمين حاجات المصارف إلى خدمات تكنولوجية متطورة في مجال الاتصالات هي من أولوياته، ويلتقي هذا مع التوجه الاستراتيجي للوزارة التي تواجه مثلكم التطور السريع في عالم الاتصالات الذي يضعنا أمام حاجات جديدة وتحديات ومنافسات مستمرة من أجل توفير قدرتنا على مواكبة التطورات المتسارعة في العالم. إلا أن الوزارة وبكل أسف واجهت وتواجه ظروفا صعبة حالت دون تمكنها من تطبيق خطتها الإصلاحية بسبب النزاعات السياسية التي ما دخلت شيئا إلا أفسدته، ولهاث البعض وراء مصالحه الفئوية والحزبية، ما أدى إلى وضع العصر في دواليب عمل الوزارة ومشاريعها والهادفة إلى تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين من هاتف ثابت وخليوي وإنترنت، وكذلك تخفيض كلفة الأسعار على المستهلك. قبل أيام ودع لبنان كبارا من مبدعيه في مجالات الثقافة والأدب والفن، محدثين فراغا من حول السياسة والسياسيين الذين يتخبطون في مستنقع الأزمة التي تعصف في لبنان منذ شغل موقع رئاسة الجمهورية قبل أكثر من 6 أشهر، فيما البعض يستمر بمخططه التعطيلي غير آبه بمصير البلد وبالشلل الذي يخيم على مؤسساته، وكأنهم ينتظرون الوحي. إن حال الجمود لبل التدهور الحاصل في واقعنا السياسي ونظامنا يدفعنا لبل يملي علينا البحث عن مخارج وحلول لهذه الأزمة، وتلقف أي مبادرة بإمكانها أن تفتح قوة في الجدار القائم بين القوى السياسية أو تردم بعضا من هذا الفراغ القاتل، ما يدفعني إلى الرهان على الحوار الذي يفترض أن ينطلق إثر مبادرة الرئيس سعد الحريري الذي دعا
إلى الحوار مع حزب الله حول موضوع الرئاسة والاحتقان المذهبي السني الشيعي، على أمل أن نجد لدى الحزب استعدادا حقيقيا ولدى الطرفين الإمكانية والنية الصادقة للتوصل إلى تفاهم وطني شامل يؤدي لانتخاب رئيس للبلاد ويعيد الانتظام إلى الدولة وإلى طمأنة اللبنانيين والأسواق اللبنانية وإلى إعادة عجلة الحياة الاقتصادية إلى لبنان. لقد أطلقت وزارة الاتصالات منذ أشهر خدمة توفير الهاتف الثابت عبر البوابة الإلكترونية وبواسطة بطاقات الائتمان بالاتفاق مع أحد المصارف اللبنانية المشهورة. ويسعدني أن أعلن أمامكم اليوم أن هذه الخدمة قد لاقت رواجاً كبيراً، إذ بلغ عدد الفواتير المسددة إلكترونياً في شهر تشرين الثاني الماضي ما يقارب 2000 فاتورة، وهذا الرقم يرتفع شهرياً بنسبة 20% تقريباً، ما يظهر حاجة السوق اللبناني لمثل هذه الخدمات وإقبال المستهلك اللبناني عليها وثقته بأمن التعامل الإلكتروني وبالخدمات التي تقدمها الوزارة، هذا في غياب قانون المعاملات الإلكترونية الذي ينظم يفترض أن ينظم هذا القطاع. إن اهتمامكم يلاقي اهتمام وزارة الاتصالات في مواجهة تحديات عالم الاتصالات، وطموحنا هنا هو أن يتحول لبنان إلى منتج ومخترع ومطور لكل أنواع الخدمات، ما يمكنه من أن يلعب دورا رائدا في هذا العالم، إذ لا يجوز أن نسمح بأن تسبقنا التطورات، بل علينا أن نكون في مقصورة القطار الأولى وليس في المقصورة الأخيرة كما هو حاصل اليوم، وهو ما أدى إلى إسقاط لبنان من المراتب الأولى بعد أن كان السباق قبل 20 سنة في إطلاق الهاتف الخليوي والإنترنت على المستوى الإقليمي. في بداية هذا العام أصدرت إحدى المؤسسات الدولية دراسة تفيد بكل أسف أن قطاع الاتصالات في لبنان في نهاية 2013 احتل لجهة اهتمام الحكومة فيه المرتبة 148 من أصل 148 دولة، أي المرتبة الأخيرة. وهذا مؤشر يهدف أساساً إلى الدلالة على عدم اهتمام السياسة السلطة السياسية التنفيذية في لبنان بالتطورات التكنولوجية، وهذا أمر مهين للبنان ولميزاته التفاضلية ولعقول وكفاءة القيمين على هذا القطاع. لذلك إن الوزارة تدرك هذه التحديات ولن تستسلم لهذا الواقع، وهذا ما سأسعى إليه رغم كل العراقيل التي أواجهها منذ تسلمي مسؤولياتي في شباط الماضي. إننا مصممون على معالجة أي نقص أو خلل وعلى مواكبة التطورات عبر إطلاق مشروع FTTX الألياف الضوئية عبر الأكتف كابينت والبنايات والمنازل لإيصال أفضل الخدمات إلى كل حي وكل بناية وكل منزل وكل مكتب مهما كان نائيا. إنني أؤكد هنا أمامكم أن موضوع الاتصالات الخليوية لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وأنني سأسعى بكل جهدي طالما أنا وزير الاتصالات إلى النهوض بهذا القطاع من خلال تطبيق القانون 431 الصادر عام 2002 والذي تم تجميده حفاظا على صلاحيات بعض الوزراء مما أدى إلى تردي مستوى الخدمات. إن تطبيق القانون 431 هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لإعادة تنظيم القطاع وتحريره من الروتين الإداري والمحسوبية والزبائنية السياسية، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لدفتر الشروط للسنتين أو الثلاثة المقبلة من أجل البدء بتنفيذ بالشروع بتنفيذ القانون 431 وأصدار المراسيم التطبيقية التي تشتمل على الهيئة الناظمة وعلى إنشاء شركة لبول تيليكوم وعلى تحرير القطاع وتطويره بما يتلائم مع طبيعته التي تتطلب مرونة وسرعة في تنفيذ اتخاذ القرارات وتنفيذها والخروج من المستنقع الإداري والمحسوبات السياسية والحزبية، وآمل أن يوافق مجلس الوزراء في أسرع وقت على هذا التوجه لمعالجة كل هذه المشاكل. السيدات والسادة، إن ما يجري اليوم في عالم الاتصال يشبه ما جرى عند انطلاق الثورة الصناعية في أوروبا في بداية القرن الماضي. يومها تمكنت عدد من الدول الأوروبية من أن تحتل أعلى مراتب التطور وتؤمن مستوى متقدما من التطور المستدام والرفاهية لشعوبها، فإما أن نكون في عداد الدول القادرة على مواكبة هذا التطور الحيوي والسريع في العالم الرقمي أو ننتهي في مصاف الدول المتخلفة. هذا هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه سويا،
وممنوع علينا أن نفشل لأن مستقبل بلدنا وشبابه مرتبط به. مجددا أرحب بكم وأؤكد استعداد الوزارة للتعاون معكم إلى أقصى الحدود انطلاقا من المصلحة العامة، وأشكركم على دعوتكم لي لرعاية مؤتمركم، وأتمنى أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة وفي إبراز وجه لبنان المشرق الذي تمثلون. وشكرا.